يقول أعاني من مشاكل في المعدة وأخشى أن هذه الأمور تبطل صلاتي علما بأن الشيطان يوسوس لي ذلك. أبدا لا تبطل صلاتك إن شاء الله إلا إذا تيقنت انتقاض الوضوء. إذا تيقنت انتقاض الوضوء فإنك تعيد الوضوء وتصلي من جديد، أما مجرد الشك والوسواس فهذا لا تلتفت إليه أبدا، صلاتك صحيحة. نعم.